السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى الفيديو ديالي يوصلكم وانتم في احسن الاحوال، وبطبيعه الحال نهاركم يكون مبروك. اليوم كما كتشوفوا جيتكم فيديو كله حماس، كله طاقه ايجابيه، كله حيويه. اليوم ان شاء الله مقربله مقربله كما كتشوفوا، كل شيء هزا الارض، الدار كلها مخليها يعني زلطه، محيده من الزرابي، محيده كل شيء. اليوم غادي نخرج هاد الصالات بجوج، وغادي نخرج بيت النعاس ديالي، وبطبيعه الحال راكم معايا. كما كتشوفوا راني كنقسم في الخدمه، كنخدم بجيه جي، يعني كنقي جهه هي الاولى عاد كندوز لحاجه اخرى كيف ما موضح في الفيديو. هنا يلاه هزيت الزرابي ديال هاد الفتيات هادو ونقيت وخرجت. كما كتشوفوا خرجت الزرابي هنايا بالمساعده ديال الزوج ديالي، هاد الزربيات خرجتهم بحال هكا البالكون، من هاي يضربهم شويه الهواء منهم يتساسوا. وكما كتشوفوا الجو مساعد اليوم، الجو ماشي سخون ماشي بارد، بين وبين جا الجو زوين. كما كتشوفوا صافي حطيت الزربيات هنايا في هذا البالكون هذا، واخا راه انتيردي البنات عندنا الزرابي يعني تنشروا هنا في البالكونات، ولكن اش غديروا؟ يعني اللي دمه سخون ضروري من هذا النشر بحال هكا، والسوسان وهادشي ضروري منه، ما عندنا هروب منه. واخا هما كيقول لك انتيردي، يعني البالكون خاصو يبقى بالكون، فيه كراسه وطبله تريح تشمي الهواء وصافي. ولكن لا، وبدا ما مره مره بحال هكا خاصني نسوس فيه نتفكر يعني الايام ديال المغرب وهادشي بحال هكا ضروري من هادشي. هنا راه معاوني الزوج ديالي، هو بطبيعه الحال كي ينقي معايا هاد الزربيه، كيسوس معايا هاد الزربيه وصافي. انا دابا رجعت للدار هنا باش غادي نبدا في التنقيه. جيت البنات هنا البالكون باش غادي نضرب له واحد الغسله. ما عرفتش البنات واش كيبان لكم هاد البالن هذا، ما عرفتش في الفيديو واش باين ولا كتبان لكم بحال الغبره خضراء. هذا هو اللي كيتسبب في الحساسيه. عرفتوا راه باينه خضراء خضراء خضراء. بالنسبه للبنات اللي هنا كيقولوا لي انتيردي، يعني تغسلي اولا تسيقي البالكون، راني عارفه انتيردي، وكيفاش غنديروا لقصكم. اليوم ان شاء الله غادي نصب الهيدورات، وغادي نشارك معكم الهيدورات كيفاش كنصبنهم، نزولا على بزاف الاخوات اللي كانوا سولوني على كيفاش حتى كنقيهم، غادي نوريهم لكم. وغادي نبغي ننشرهم يعني في البالكون هنا، وبيني وبينكم يعني تحرمنا من هذا البالكون، يعني بهذا البالن كما كتشوفوا ما بقيناش كنقدوا نريحوا في البالكون. دابا الحمد لله كما كتشوفوا هنا البنات في الاحمر، شوفوا هنا في هذه الشوايه هذه كيفاش كيبان، كيبان بحال التراب محطوط، هو راه ماشي تراب، هو راه ديال الشجر. ديك الصوفه ولا ما عشان نقول لها ديال الشجر، هي اللي كتكون بحال هكاك. والحمد لله دابا الدنيا راها خضارت كما كتشوفوا، الدنيا تزيانت خضارت، ما بقاش بزاف، بقات تقريبا شي جوج سيمانات ديال هاد البالن هادي، وصافي وغادي تمشي، وغادي نكونوا تفكينا منها هاد العام. انا صراحه قال ما كتجينيش مجهده، زوج ديالي وسامي اللي جاتهم مجهده هاد العام، خصوصا سامي راه خرجت له بالحبوب في اللحم ديالو مسكين، اول مره غادي يوقع له هاد الحاله. صافي دابا الحمد لله ما بقى والو، كيف ما قلت لكم تقريبا شي 15 يوم وغادي تحيد بالمره. الحمد لله الدنيا كما كتشوفوا خضارت زيانات، يعني وكيقولوها الناس الوالا، اللي بغى العسل اللي صبر القريص نحل، بغينا نمتعوا بيناتنا بالخضوره والا غادي نصبروا. صافي دابا كما كتشوفوا راني معمره سطل، غادي نبدا نقي في هذا البالكون هذا. هذا السطل هذا مخصصه للجفاف لكلشي، هذا راه كان ديال سامي ديال البحر، صافي حيدته ليه وخليته مخصصه يعني بحال هكا للتنقيه. صافي غادي ندخل سامي بعدا هو الاول، ونبدا نقي في هذا البالكون. البنات نقيت البالكون، غسلت معايا البيكالا ديال سامي، نقيت كل شيء كما كتشوفوه. هادشي ديال برا يعني، واخا هادي الحيله باش ما كنبانش بلي رانا كنخول ما بزاف، كنخلي هاد الموكيت هذا ديال الارض كيشرب عاد كيبقى يكرم بشويه بشويه، حيت هذا ديال الجرده ديال برا ما كنخافوش، كيبقى شاد الماء فهمتوا، عاد كيبدا يكرم بشويه بشويه. صافي دابا نقيت، غنحيد هادو راهم ديال برا، حتى هما ديال الماء ماشي مشكل، وقت غنحيدهم غندوم لا ماشين يتصبنوا. صافي غسلت شويه حتى هي، غسلت الشراجم حتى هما، كلشي غسلته كما كتشوفوا البنات.
صافي دابا بقى لي غادي نمشي نشلل هذوك الطابيات، نكملهم في الصابون ونشللهم ونخليهم يتسكتروا ونجيبهم باش نشرهم. دابا نشرهم بعيني مغمضه، ما نخاف من حتى شي حاجه. وصافي البنات كما كتشوفوا صافي دابا الارض كلها يعني نقيتها، كما كتشوفوا راه كتلمع كلشي. بالنسبه لي انا هنا يعني ملي كيكون عندي الميناج الكبير هنا راه الفتيات كلشي جريناهم ومسحتهم من التحت، وهذا كنمسح بحال اللي راه كنمسح الجليج، يعني كندير سطيله سطيله مخصها، سطيله ديال الكنس ديال البحر كيديها سامي البحر، هي اللي مخصها، كندير فيها الماء، كندير فيها ثاني كروه وبالفوطه بطبيعه الحال عصر ونشف وقاد وداكشي، يعني بحال اللي كنجفف اولا كنمسح الجليج. كما كتشوفوا صافي هنا كلشي مسحتو، الفتيات كلشي يعني دوزت عليه. غادي نخلي الارض تنشف شي شويه وغادي نمشي نكمل البيس ديالي، حتى البيس ديالي حتى هو مخرجاه. بالنسبه للبنات بحال دابا البيرول الطاجيرات لهادشي كامل كنمسحو بهاد لانجيت هادو، منها كيمسحو يعني كيعقمو، منها كيخليو ديك اللمعه كيخليو كلشي، يعني هادو ديال الصاله خطفها لي من ايدي، هادو ديال الصاله كلشي كنمسحوهم بهاد لانجيت هادو. صافي انا دابا هنايا راني علاين كملت المسيح، غادي نخلي هادشي ينشف مزيان، عاد من بعد غادي نفرش وعاد غادي نعاود الكلماطه ديال السدادر وداكشي كما كتشوفوا، يعني هزيت عليهم الطوابل وهذا ما بقاوش ملمطين، عاد ديك الساعه غادي نعاود الكلماطه ونعاود كلشي. صافي وعاد حتى نسالي وغادي نعاود نمسح هذا الشراجم كما كتشوفوا، من بعد ما غسلتهم من برا بقاو هذوك الماء منقط بحال هكا، غادي نخلي حتى تنشف شي شويه الدنيا على برا وغادي نعاود نشف الشراجم. صافي علاين دابا راه قربت نكمل عملت البيت ديالي، حتى هو كما كتشوفوا حتى هو نقيت له الارض ديالو، نقيت له كلشي، غادي نبدل له الفراش وهذا كلشي خليته كيضرب فيه الهواء. صافي هادشي هنا باقي ما غير درت واحد المسحه باقي عاد غادي نقادو. سيري سامي تفرج، يلا سيري مامي. صافي كما كتشوفوا كلشي خرجتو كلشي نقيتو، اليوم يعني خصصتو غير بحال هكا البيس ديالي، الصالات، الصابون، يعني داكشي اللي عندي الصابون فقط، هادشي اللي غادي ندير هاد النهار. كنت وعدت بهاد الاخوات سولوني وعدتهم باش غادي نشارك معاهم طريقتي باش كنصبن هاد الهيدورات هادو، اليوم راه طريقه عاديه باش كنصبنهم، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم. انا عندي هادي كتصبن في الماكينه، وقت دابا مادام غنصبن كلشي بلا ماكينه، هادي كتصبن عندي في الماكينه، هادي والاخرى الكبيره ما كتصبنش عندي في الماكينه، هادو هادي قل منهم في الجوده ما كنصبناش في الماكينه، وقت دابا مادام غنصبن كلشي غنصبنو. اول حاجه يكون عندنا شي بانيو ولا شي، انا كيعجبني هاد البنوار هذا ديال الدراري هو اللي كنصبن فيه الماناط ولا هكا الهيدرات ولا شي حاجه، كنطلق لهم الماء ما يكونش سخون، الا درنا لهم الماء سخون ملي كيكرموا بحال اللي كيقصاحوا بحال ما عرفتش كيعود شكلهم في شكل. الماء بغينا نديرو لهم بارد، بغينا نديرو لهم بينو بين، ولكن اهم حاجه البنات انا علاش غادي نصبنهم اليوم، مثلا كون كنت بغيت نصبنهم والحال عندنا بارد ما غنقدرش نصبنهم، غادي نديهم المصبانه ولا حنا غدا عندنا 33 درجه 34، يعني الحال مطنطن، حال سخون بزاف، داكشي علاش غنصبنهم. وعارفه غدا ان شاء الله في العشيه الماكسيموم غادي يكونوا كارمين وغادي ندخلهم. اول حاجه البنات غادي نعمر البانيو بالنسبه للصابون اي صابون ديروا ليه، انا كندير هذا الصابون هذا تي ديال اللي كنصبن به الحوايج هو اللي كنصبنهم به. من بعد البنات غندير شويه ديال التيد بعد ما عمرت الماء بطبيعه الحال، وغادي ندير مقيطه ديال الجافيل، مقيطه باش كنحافظ على داك البياض ديالهم، ماشي نسمع جافيل نخوي القرعه، لا غير شويه كما كتشوفوا. صافي باش كنحافظ على ديك البيوضه ديالهم، وهذا كاجابه لبعض الاخوات اللي قالوا لي كتجمعي الهيدورات غير ملي كتبغي تصوري كتفرشيهم، ما يمكنش يكونوا يبقاو بيضين، لا اختي كنفرش هيدوراتي وملي كنحس بهم توسخوا كنشدهم نصبنهم، كان الجو زوين
كنصبرهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، بان لي الجو ماشي تلهيه وكانوا بانوا لي هيدوراتي خاصهم يتصبنوا، انا المصبانه كنديهم لا يتصبنوا وينشفوا. صافي نخليهم واحد شي شويه يترقدوا ونجي يعني صابون عادي ما غيحتاج لا شتيف لا حتى شي حاجه، غير نديهم ونجيبهم بالايد ديالي كيبانوا لي راهم بياضوا راهم تنقاو. مثلا عندي هاد الطاش هادي ملي غاجي غادي نفركها شي شويه صافي. انا غادي نخليهم شي شويه غادي نمشي نكمل دابا نكمل الصاله في هذا في المسيح وهذا، وعاد بينا ما نحس بهم رطاب وهذا وغادي نرجع لهم البنات. من بعد ما ترقدوا لي الهيدورات كما كتشوفوا راه غير بالطريقه العاديه غير داك بحال هكايا كيتنقاو. صافي غادي نمشي معاهم كاملين على هذا الشكل بحال هكا. انا درتهم كلهم زدت الاخرى الكبيره حتى هي درتهم كلهم كما كتشوفوا البنات. دابا غادي نكمل بها كليت حيت كنت باركه ندي فيهم ونجيب بهم في الايد ديالي. غادي نكملهم من بعد نتلاقاو. صافي البنات من بعد ما كملتهم في الصابون كما كتشوفوا نقايه ما الماء ديالهم يعني خرج نقي. صافي هنا دابا خليتهم كيتقدروا خرجت منه ندوز الماء كيدوز شعر ما يدو سميت فاري يدو. صافي كما قلت لكم خليهم دابا يتسقطروا مزيان ومن بعد غادي نشلل لهم. غير هو التشلاله البنات نعطيو لهذا الماء يعني نعمروا عليهم الماء مزيان تيعودوا كيعوموا في الماء يتشلوا مزيان، حيت هاد الهيدورات هادو الا بقى فيهم تيد يمشوا الماء ديالهم يعني ما خرجش كشوي مكشكش ولا مرغوي ولا هكا. داك اصلا ديك النقطه ديال الجبين اللي كنديروا مع التيد ما كتخليش هذيك الكشكوشه. خاصهم يتشلوا مزيان 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 خاصهم يتشلوا البنات كما قلت لكم يعمروا بالماء مزيان وصافي يتشلى العادي داروا ثاني تسقطروا مزيان وديك الساعه نخرجوهم البالكون. البالكون صافي راني سيقته راه نقي كيتسنى غير الهيدوره تيجيو باش يكرموا فيه. البنات كما قلت لكم بالنسبه للتشلال يكون الهيدوره كتعوم في الماء باش هكا نكونوا متاكدين باللي الطرف ديال التيد اولا الحس ديال التيد ما يكونش بقى لنا في الهيدوره باش ما تكرمش كارمه. حيت الا نشفت لينا وفيها التيد هاد الزغيبات هادو ولا هاد الشحيرات ديال هاد الهيدوره كيعودوا قاطحين كيعودوا كارمين. اما الا عطيناهم الماء وتشلوا مزيان كيتشلوا رطبين يعني ملي كتكرم الهيدوره كتعود بحال يلا مشريه اول مره ومفرشه اول مره. صافي انا كنخليها شي شويه في الماء تشلال يعني كنخلي الماء داخل فيها شي شويه. كما شفتوا راني عمرت على تقريبا البانيو كامل ولكن راهم هنا راه ربعه الهيدورات الهيدوره الكبيره وثلاثه صغار. عمرت عليهم كاملين خليت غنخليهم واحد شي شويه عاد غادي نجي نحيدهم بنفس الطريقه نديرهم في الشبكه نخليهم يتسقطروا حتى يخففوا شي شويه ونخرجهم يتنشروا. صافي البنات من بعد ما شللت الهيدورات ديالي صافي درتهم في الشبكه هنا درتهم باش يتسقطروا كما كتشوفوا البيوضه ديالهم يا سلام هذيك النقيطه ديال الجبيل وقت غير النقيطه البنات كما شفتوا اولا غلاقه اولا فهمتوا ما تكثروش كتعاود تعطيهم هذيك البيوضه يعني كترجع لهم البيوضه ديالهم. صافي دابا غادي نخليهم يتسقطروا كما كتشوفوا الماء باقي دايز منهم خليهم حتى يخفافوا باقين وغادي نهزهم ان شاء الله باش نشرو. بالنسبه للغدايا البنات انا مازال معطله هنا سخنت واحد الطريف ديال البيتزا وقلت فين غادي اجي سخنت لسامي غير واحد الطرف ديال واحد السلايصه ديال البيتزا. بالنسبه للبنات هاد البيتزا سبق لي وشاركتها معكم غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف كتجي رائعه كتجي بحال ديال المطاعم بحال ديال برا بحال اللي رانا شاريها من برا بابروني حلال وكلشي ديال الدار. وانا دابا ان شاء الله نكمل خدمتي وعاد ديك الساعه غادي نوجد غداتي. وصافي البنات من بعد ما تسقطروا لي هادو الهيدورات غادي نشرهم كما كتشوفوا صافي راه خفافو هكا تهزيهم بحال هكا خفافو. انا هاد الصغار هادو غادي نشرهم فوق الكرسي على هاد الشكل بحال هكا. هاد العباس ديال الكرسي باقا ما صبنتهمش باقا عندي الماكينه عامره البنات. ان شاء الله من بعد ما يكرموا راه اكيد ما غادي نشاركوا معكم ماشي في هذا الفيديو فيديو اخر باش تشوفوا كيفاش كيرجع لهم هذا الزغب ديالهم.
كيفاش كيرجع لهم بحال يلاه عمرهم ما تصبنوا بحال يلاه يلاه مشريين. انا اليوم كما كتشوفوا الجو ماشي مشمس ماشي بين وبين واحد الجو زويون ديال الخروج صراحه قال هذا الجو هذا ديال الخروج ديال تخرج الوليدات يلعبوا هذا. انا هذا النهار عطيتو التماره ماشي مشكل. غدا كاينه الحراره ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا، غدا عندنا 33 حتى 34 درجه. يعني هاد الهيدرات انا نشرتهم دابا، غدا ان شاء الله نقدر في مع الغدا ولا في العشيه ديالهم نحيدهم كارمين. البنات دابا على عين قربت نكمل شغلي هنا، غادي ندير واحد الطواجين ديال الدجاج بالبطاطا والزيتون. نصيب عادي سبق لي شاركت معكم ماشي مره ماشي جوج. هذا طاجين. هنا رصبت الدجاج بشويه ديال العطريه وشويه ديال البصله وغادي نخليه يتعسل مع بعضياتو شويه، ومن بعد غادي نضيف عليه شويه ديال البطاطا والزيتون. ودابا غادي نمشي نكمل الطلمات ديال الصاله. واخيرا البنات ساليت كما كتشوفوا رجعت كل حاجه لبلاصتها. حنا عندنا دابا 12 ساليت الحمد لله بكري كما كتشوفوا كل شيء رجعته لبلاصتو. صافي كملت الميطه كملت كل شيء، بدل شي تويشيات الزيت هذه من هنا حطيتها هنا قوم غير باش الواحد يشوف شوفه جديده. خويت هنا كما كتشوفوا يمكن غادي نخلي الارض هكا ما بقيت غندير حتى شي حاجه هنا لا هذوك الهيدرات لا حتى شي حاجه، عجبتني هكا الشوفه جاتني حسن. ما كتشوفوا البنات جاتني الشوفه هكايا خير. زدت هاد العيبات هادو فوق سدادر هكا تقولوا لي كيف جاوكم البنات. ما كتشوفوا فتحوا زادوا فتحوا هاد الطليمطات هادو راه هادو البنات اللي درت هنا هما الخميات اللي كانوا عندي هنا درتهم هنايا كما كتشوفوا جاوا نفس الزواقه نفس بلاتي نقرب لكم. كما كتشوفوا منقوشين مطروزين جاوا نفس الزواقه اللي عندي في الطلامط وجاوا معاهم زوينين. فتحوا لي هاد الجلسه هادي صافي كلشي تمسح من جديد كلشي تنقى من جديد كما كتشوفوا البنات. هادو راتي راهم منشورين. هذيك الحيطوره الكبيره درت عليها الماكياج مع الشا درت عليها البيكالا ديال سامي باش ما دارش حتى شي طابيات ديال الحمام وهذا حتى هما صبنتهم نشرتهم خليت شرجم شويه محلول. صافي دابا عرفتي ريحه الطاجين عاطيه البنات ما بقى لي غير نوجد غداتي. بقى لي البيس ديالي ما فرشتوش هذاك حتى لورا الغداء عاد غادي نمشي نفرشو. صافي وهذه كتكون الطله النهائيه من بعد ما ساليت. البنات هو الطواجي ديالنا جا على هاد الشكل كما كتشوفوا راه باقي البار طالع منو. كيعجبني كنشربو بحال هكا ريحتو واش غنقول لكم البنات كتشهي. صافي دابا ان شاء الله غادي نتغداو ومن بعد ان شاء الله غادي نكمل الفراش ديال البيس ديالي ما فرشتوش فرشت غير هنا الصالات. واخيرا البنات ساليت شغلي واخيرا الحمد لله فرشت رجعت كل حاجه لبلاصتها. واحد الاحساس زوين يعني ملي كتفرشي وتسالي وتضربي واحد الدوش وتخرجي يعني كتحسي بواحد هذا ما كاينينش باللي دارك كتكون مسخه ولكن واحد الاحساس زوين كتحسي به. كنتمنى هذا الفيديو هذا باش يكون عطى الطاقه الايجابيه لجميع الاخوات اللي باقي ما ناضوش باقي ما قالوش غدا رمضان وناضوا يسيقوا ويجبوا ويحيدوا الزرابي واللي يتصبن يتصبن وهذا. صراحه قال الاستعدادات كتحسي بواحد شنقول لكم واحد واحد الاحساس زوين بحال هكا ملي خصوصا يعني حنا دابا ما بقى لنا رمضان والو حنا صافي علنوا هنايا في ان شاء الله نهار الاربعاء رمضان التراويح ان شاء الله غيكونوا نهار الثلاث يعني بقات لينا 3 ايام لرمضان ان شاء الله.
اش غنقول لكم البنات من هنا، بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد لجميع الاخوات، الله يدخلوا لنا بالصحيحه وطولة العمر لوالدينا لينا لازواجنا لوليداتنا، يعني كل اخت اللي باغيه الذريه الصالحه الله يرزقها، يعني كندعي معها من قلبي الله يرزقها الذريه الصالحه، اللي مريضه الله يشافيها، اللي والديها ميتين متوفين كنطلب لهم المغفره والله يوسع ضيقه القبور عليهم. اش غنقول لكم البنات، كنقول لكم مسامحه من جهتي انا بعدا، كنتمناكم نتوما تسمحوا ليا، وانا بطبيعه الحال مسامحه لجميع الاخوات، خصوصا الاخوات اللي كيتوحموا، يعني اللي كنلقى عرفتوا واحد الاحساس كنلقى ملي كنلقى شي اخت كتكتب لي انا راه كنتوحم وتشهيت هاد الحاجه اللي طيبتي ولا تشهيت شي حاجه شفتها ولا هكا، عرفتوا كيبقى فيا الحال. كنطلبكم منكم المسامحه البنات، سمحوا لي بزاف 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 بزاف، واش غنقول لكم، والله لا يخطيكم عليا ربيكم نتوما باش انا هنا، كنحبكم كلكم وحده بوحده بوحده بوحده، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي كيغلطوا فيا مره وهذا، كنقول لكم المسامحه من هنايا. شكرا لجميع الاخوات يا اللي كيساندوني يا اللي كينتقدوني، واش غنقول لكم البنات، كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، ولا يلاقينا ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله.